بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع إن شاء الله بنعرض لكم الكورس Learning Outcomes. هبقى أوضح قبل ما أعرض الكورس Learning Outcomes إن إحنا عندنا حاجتين اتنين: Course Learning Outcomes و Chapter Learning Outcomes. الكورس Learning Outcomes اللي هي بتعدي لك إيه المخرجات اللي هتاخدها من دراستك للمقرر كله ككل، أما الشابتر learning outcomes اليونت اللي انت فيها ما هو المخرجات اللي هتخرج منه. You must know that there is an alignment between the module أو chapter learning outcomes and course learning outcomes. الاثنين بيشتغلوا in parallel عشان يحققوا الهدف الرئيسي من دراستك لهذا المقرر. اوكي، نيجي نبدأ. في احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا 2 بارس اللي هم هندرس فيهم، فهنبدا بالليرنينج اوت كومز بتاعه الفيرست بارت اللي هو سي ان سي ماشينز. فاول حاجه بقول obtain an understanding of the history and application of CNC machine tools. بنبدا يا شباب بدراستنا، يبقى خد بالك ان في مخرج لازم، لابد انك تجد ان هذا المخرج موجود عندك في الشابترز اللي ايه اللي هنشرحها. لازم نبدا بدراسه تاريخيه ونعرف ان احنا ما بداناش بالان سي ده، احنا بدانا بالسي ان سي، بدانا بالان سي وبعدين بدانا نتطور، وايه التدرج التاريخي لهذا. طيب بعد كده بيقول ايه: distinguish the major elements of CNC machine and obtain a working knowledge of how a CNC machine operates. يبقى نعرف العناصر الرئيسية المكونة لكل ماشين. ما ينفعش أدرس الماشين غير ما أعرف أميز إيه هي العناصر الرئيسية. يعني في فرق بين التيرنينج ماشين، وفي فرق بين الميلينج ماشين، وما هي العناصر المكونة الأساسية لدي ودي، ونعرف إزاي المعلومات اللي تمكني من أن أشغل. بعد كده بيقول لي recognize an engineering drone for complex parts and how you will be able to correctly program the part. هنا أول البداية بتاعتنا إن أنا لازم أعرف البارت اللي أنا هشتغل عليه من خلال الدرون. أنا هي الرسمة هي اللي بتديني الأول، هات لي الجيومتري بتاعة البارت من خلال الدرونج اللي أنا هعملها، ومن خلال الدرونج أبدأ أعرف كيف أبدأ عمليات التشغيل، وبالتالي بعد كده أبدأ عملية إيه البروجرام. يبقى بعد كده بيقول لي إيه recognize how to write a CNC program. بعد ما خلاص عرفنا الرسم ودرسناه وعرفنا ازاي بدايه عمليات التشغيل بتاعتنا الى ننهي البارت، بنقدر نكتب ايه البرنامج بتاعنا. بعد كده بيقول لي appreciate how to execute a CNC program. ان شاء الله بتتناول الدراسه بتاعتنا ان احنا نعرفك ازاي تشغل البرنامج، وازاي توصل في الاخر ان انت تطلع البرودكت بتاعك. اخر حاجه بنتكلم عليها في هذا البارت differentiate among the various types of CNC machines. تعرف الانواع المختلفه منهم وتعرف تميز ما بينهم وما بين بعض. نراكم ان شاء الله في المقطع القادم. السلام عليكم ورحمه الله.